التعاون الاقتصادي المشترك قد شهد زخماً متصاعداً في السنوات الأخيرة، خاصة منذ مطلع 2020، حيث بلغ حجم التجارة البينية بين تركيا والجزائر 6.3 مليار دولار جزائري خلال العام الماضي خاصة. ونحن نتطلع إلى بلوغ الأهداف المسطرة من خلال لقاء رئيسي البلدين وتوجيهاتهم الرامية إلى توطيد العلاقات الثنائية وتعزيزها وتوسيعها. الجزائر في مقدمة الدول التي نسعى لتطوير علاقاتنا الاقتصادية معها. نطمح في آفاق 2026 إلى إيصال حجم التبادلات التجارية إلى 10 مليار دولار. تشارك تركيا في معرض الجزائر الدولي ب51 جناحا، وهو ما يعكس الأهمية التي نوليها لهذا المعرض ولتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. لقد أجرت الجزائر العديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال، ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يتطلع إلى أن يساهم المستثمرون الأتراك في إقامة شراكات اقتصادية مثمرة مع شركاتنا، وهذا لمرافقتنا في تحقيق نموذج اقتصادي قائم على التنويع وتحويل المصالح المشتركة والتعاون التبادل المرضي للطرفين.